شاهدتم ذئبا في البراري يأكل أخاه؟ هل شاهدتم يوما كلبا عض يدا ترعاه؟ هل شاهدتم فيلا يكذب يسرق يشهد زورا ينكر حقا يفشي سرا يمشي مغرورا بأذاه؟ سيمبا 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 قادم سيمبا جاء سيمبا عند التل بين قطعان الظباء سيمبا قادم سيمبا جاء سيمبا عند التل بين قطعان الظباء هل شاهدتم ذئبا في البراري يأكل أخاه؟ هل شاهدتم يوما كلبا عض يدا ترعاه؟ هل شاهدتم فيلا يكذب يسرق يشهد زورا ينكر حقا يفشي سرا يمشي مغرورا بأذاه؟ سيمبا 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 قادم سيمبا جاء سيمبا عند التل بين قطعان الظباء سيمبا قادم سيمبا جاء سيمبا عند التل بين قطعان الظباء سيمبا قادم سيمبا جاء سيمبا عند التل بين قطعان الظباء سيمبا قادم سيمبا جاء سيمبا عند التل بين قطعان الظباء سيمبا ليس هناك ما هو أجمل من غابتنا، أليس كذلك يا بالو؟ صدقت يا كا. يبدو أننا اعتدنا على طبيعة الحياة في هذا المكان بكل ما فيه من أشياء. هنا أستطيع العيش بحرية وسعادة. أنا أيضا أشعر بالراحة هنا. بالو، ترى ماذا حل بسيمبا الآن؟ أظن أنه قد أعجب بالحياة الجديدة هناك، فهو ابن تلك البيئة أصلا. أرجو أن يواصل سيمبا النجاح، لأن هذا يعني نجاحنا حتى لو كنا بعيدين عنه. كأنني أسمع ضجة، ترى ماذا يحدث حولنا الآن؟ ما الأمر؟ هدوء هدوء، استمعوا إلى ما سأقوله لكم أيها الأصدقاء. يوم أمس عاد أصدقاؤنا الذين كانوا برفقة سيمبا، لقد عادوا إلينا بعد أن حققوا النصر في معركتهم الحاسمة ضد شريخان، وسنحتفل اليوم بعودتهم إلينا سالمين. متى نحن مستعدون، إليكم مخطط الحفل. أولاً عليكم أن تتواروا عن الأنظار. سيظهر الجميع فجأة في ساحة الاحتفال. يا لهذه الفكرة الرائعة. قد أعتذر عن حضور الاحتفال، فأنا لا أعرف أين هم صغاري الآن. لا تقلقي، من المؤكد أنهم يلعبون الآن في مكان قريب من هنا. إذن سأذهب كي أبحث عنهم. هذا من حقك. سأتابع الآن شرح تفاصيل فقرات الحفل، لذا أرجو ألا ينصرف أحد. لم أخبر أفراد خليتي بأمر هذا الاجتماع يا أود نابرو. تستطيعين نقل ما سأقوله الآن إلى أفراد خليتك بعد انتهاء الاجتماع. بالو، أشعر بأن لا أحد في الغابة سوانا. هل تظن أنهم لم يستيقظوا بعد؟ توقفوا توقفوا يا صغاري، ستنالون عقابكم، توقفوا. أين اختفوا؟ أين؟ أين العصا؟ ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ لن تفلتوا من عقابي. لما أنت غاضبة؟ ترى ماذا فعل هؤلاء الصغار؟ هل أزعجوك؟ لا تدافع عنهم. أخبريني لما أنت غاضبة؟
لقد أشعل هذا الحيوان المزعج النار في كهفي. هل تعد هذا التصرف لهواً؟ لكن هذا الحيوان الذي تعتقدين أنه مزعج هو صديقي سيراتو. صديقك؟ لم يتعمد سيراتو إزعاجك بالتأكيد، فهو لطيف جداً. لقد أسهم سيراتو إسهاماً فعالاً في المعركة التي نشبت بين سيمبا وشريخان، لذا فهو يعد من الأبطال. لكن هذا لن يعفيه من عقابي. كاد هذا المزعج أن يحرق كهفي. سأتنازل عن حقي هذه المرة فقط. إنها المرة الأولى التي يلهو فيها سيراتو مع الصغار. لا أظن أن حجمه الضخم هذا مناسب للهو مع صغاري. تعتقد أنه ناضج؟ أفهم جيداً حقيقة ما تفكر فيه الآن. لم يتجاهلون فحسب، إنما تعمدوا تعكير مزاجنا أيضاً. أشعر بأن هناك سراً ما. هيا سأدورك. مابه متى سيتعلم الكلام؟ ما زال صغيرا. أرجو أن يتعلم سيرات الكلام بسرعة. تعال تعال سيرات، لدي فكرة رائعة. اسمع، أصغي إلي جيدا. هل تشتهي العسل؟ اتبعني. كأنه لا يعرفنا. من المؤكد أن بالو يخطط لمهاجمة خلايا النحل، فهو لم يتذوق طعم العسل منذ مدة طويلة. ليس هناك ما هو ألذ وأشهى من طعم العسل. تذوقه مرة، لن تنساه بالمرة. دعك من هذه الخلية، فهي مهجورة منذ مدة طويلة. سنعثر قرب البحيرة على مبتغانا. تكثر الخلايا الجيدة قرب ضفة البحيرة، حيث الماء والشمس وأنواع الأزهار المختلفة. هناك سنجد العسل اللذيذ. كن مستعداً. اسمعني جيداً يا سيراتو. سأزودك اليوم بالطرائق المثلى لجني العسل. انظر حيثما تجد هذه الزهرة، تجد العسل الشهي. مفهوم؟ ماذا فعلت؟ هذه ليست مهمتك، بل هي مهمة النحل الذي يحول رحيق الأزهار إلى عسل. يا عسل، جهز نفسك. ماذا تفعلان هنا؟ لقد بحثت عنكما في كل مكان. انظري يا أمة. ما هذا الشيء؟ أهو أنت؟ كيف حالك يا كا؟ أنت بخير؟ لم أتوقع رؤية أحد أعرفه. هذا هو الثعبان كا يا صغيري، إنه أحد أصدقاء سيمبا الأبطال. إذن أنت بطل؟ لا لست بطلاً، أنا صديق البطل. كل أصدقاء سيمبا أبطال مثله. نحن قدمنا له المساعدة فقط. ما أخبار بول وثين وأكسل والكناري وبيمبو؟ ترى ماذا حل بهم؟ بقي بول وثين وأكسل والكناري إلى جانب سيمبا، أما بيمبو فقد رحل إلى الغابة الخضراء لأنها المكان الذي يعيش فيه أهله. أيستطيع سيمبا حمل الجبال؟ هذا مستحيل. قد يستطيع سيمبا حمل صخرة تعادل أضعاف وزنه. لماذا قلت إنه يستطيع حمل الجبال؟ قد يستطيع سيمبا حمل الجبال إذا فتتت إلى قطع صغيرة. سأصبح قوياً مثل سيمبا. إذا كنت تنوي ذلك،
فعليك أن تحمل قلباً طيباً وإرادة لا تلين أيضاً. إن سيمبا يجمع بين الطيبة والشجاعة. سأبذل قصارى جهدي. عن إذنك يا كا، حان وقت عودتنا إلى الوكر. هيا. حاضر. ها قد وصلنا إلى المكان الذي حدثتك عنه. انظر إلى أسراب النحل يا سيراتو، يقوم النحل الآن بجني الرحيق. هيا فلنتجه الآن إلى الخلايا. اهدأ، علينا ألا نلفت انتباه أحد إلينا. لم أعثر إلا على القليل من العسل. أظن أنهم قد أحسوا بوجودنا، لذا فهم يحملون عسلهم إلى أماكن مجهولة كما ترى. علينا أن نلجأ الآن إلى مكان آمن. هل تعرف أين باله؟ استيقظ أيها الثعبان العجوز. ماذا حدث؟ اضطررت إلى إيقاظك كي أسألك عن بالو وسيراتو، فأنا لم أعثر عليهما. لا أعرف عنهما شيئاً، فقد كنت نائماً. تجوال سيراتو في الغابة خطر جداً. أخشى أن تحرق الأشعة التي تخرج من ذيله الغابة. لا تبالغ. أنا لا أبالغ، الأمر خطير جداً. ربما أدى تجواله في الغابة إلى نشوب حريق. صدقني يا كاء، الغابة في خطر. صدقت. علينا اتخاذ التدابير اللازمة بأقصى سرعة. إذن الأمر في غاية الخطورة. على أي حال اطمئن، فبالو معه الآن. لا أخفي عليك، فأنا لا أثق بتصرفات بالو أحياناً. معك حق، فالسيد بالو أهوج، لم يتنبه على خطر سيراتو على الغابة. لنعثر عليهما قبل حدوث الكارثة. العسل لذيذ جدا. خذ. هيا ابتعد عن هذا المكان. هيا أسرع، هيا إلى البحيرة. Ha 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 ha!
قد عثرنا عليهما. يبدو أنهما في خطر. ماذا علينا أن نفعل؟ لماذا تهاجموننا؟ نحن لم نفعل شيئا. لماذا أحضرتم هذا الوحش المشع معكم من حقول السافانا؟ لقد سرق عسلنا. اعذري، فهو يجهل قوانين غابتنا. إنه صغير جدا، لكن تصرفاته تدل على أنه ليس مهذبا. هل ستقول لي إن بالو صغير السن أيضا ولا يدرك معنى تصرفاته؟ لقد اتفقنا معه قبل رحيله إلى حقول السافانا على عدم مس خلايانا. بسيطة، سأتقدم بشكوى إلى مجلس الغابة. إنه يرتكب الحماقات دوما. ما الذي فعلته يا بالو هذا اليوم؟ لماذا دفعت بسيراتو إلى سرقة عسل النحل؟ لماذا أوقعتنا في مثل هذا الموقف المحرج؟ متى ستكف عن تصرفاتك المخجلة؟ فأنت لم تعد صغيرا يا بالو، أنت دب وقور. أظن أننا شارفنا على الانتهاء. أرجو أن تتخذ بحقه العقوبة الرادعة هذه المرة. ماذا حدث؟ لقد سرق بالو عسلنا. لكن بالو ضيفنا الآن، ومن المخجل أن نعاقبه، لذا تريثي. سأتخذ الإجراء اللازم بحقه بعد انتهاء مراسم الاحتفال. بالو، سيراتو، رئيس مجلس الغابة في انتظاركما. رئيس مجلس الغابة في انتظارنا يا حبيبي. هل وصل إليه خبر العسل؟ يبدو أن شكوى النحل قد وصلت إليه بالتأكيد يا جماعة. يا لخجلي، ليتني ما أكلت العسل ولا عرفته من قبل. لم ألتزم الاتفاق الذي عقد بيني وبين النحل. الحل الوحيد هو أن تطلب العفو. سنحاول إقناعه بالعفو عنك. لا، دعني أعاقب، فأنا أخطأت ثانية. عقوبة عقوبة، فلتكن. هيا اتبعني. إلى أين تتجهون أيها الأصدقاء؟ علينا المثول أمام مجلس الغابة. هل أستطيع معرفة السبب؟ حكاية بالو مع العسل حكاية قديمة، وتلك الحكاية أوقعتنا في مأزق. ومن سيتولى عملية الدفاع عن بالو؟ أي دفاع هذا الذي سيجدي نفعا بعد أن كررت الجرم نفسه مرتين؟ استعدوا، فها قد حضروا. لا أرى أحدا، وأنا لا أرى أحدا. سنتقدم بشكوى إلى مجلس الغابة. هل سرق ثانية؟ بالتأكيد يا سيدي. إذن سأعاقبه. أهلا بكم في غابتنا أيها الأصدقاء. أهلا بكم. هذا أمر لا يصدق. يا لهذه المفاجأة المفرحة، اعتقدت انهم يتجاهلون قدومنا. لقد اقمنا هذه المأدبة احتفالا برجوعكم الينا ايها الابطال. اهلا بكم ايها الابطال. قامت اسراب نحل الغابة بتقديم هذه الكمية من العسل للسيد بالو وضيفه.
كلامه هذا أشد عقوبة لي. هيا لنحتفل بهذه المناسبة السعيدة. شكرا لكم على هذا الاستقبال. أهلا بكم وبصديقنا الجديد أيضا. أعرف ماذا يدور في ذهنك الآن أيها الصديق الصغير، لذا فاهدأ. هل تحاول رد التحية لهم بعد الاستقبال الحافل الذي لم أكن أتوقعه أبدا؟ تناول قدر ما تشاء من العسل يا سيراتو. هيا لا تخجل، هذه ليست سرقة بل دعوة واضحة من الجميع. لذيذ؟ يا لذيذ لذيذ. هل أعجبك طعم العسل؟ ما هذا؟ لا أصدق. هل سمعت؟ سمعت. هل تعلمت النطق؟ منكم نستفيد. لا يصدق. صدق يا بالو صدق. يا رائع رائع. يبدو أن عسلكم قد حل لي عقدة لساني. لم يعد هناك مجال للشك، فأنت تتحدث مثلنا. دعونا نحتفل الآن برجوعكم إلينا سالمين. تفضلوا. لا 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 لا. هيا فلنستمع إلى أغنية الأدغال. كلما طلع الصباح حاملاً عبق الورود ناشراً مع الرياح نشوة الفرح الجديد، ننطلق نحو التلال نملأ الغابات والبراري، نملأ السهول والأدغال بالأغاني، نستقبل الحياة بالحب والأمان، أحلامنا أمالنا نقية المعاني، نطلب الخير الوفير لعالم الأدغال، نحن كالأطفال نستمتع بالغناء، نغني للأدغال ونغني للسماء، اسمعوا أصواتنا تملأ الدنيا هنا، نحن كالأطفال نستمتع بالغناء، نغني للأدغال ونغني للسماء. أقدم لكم العسل متى شئتما مجانا، لكن إياكما أن تأخذا شيئا منه من دون إذن. ما أروع العسل، ما أروع العسل. نكره النميمة وقلة الوفاء، نكره الشرور لا نحب الهدايا، الذين يدعون أنهم أهل العطاء، حياتنا بسيطة حياتنا كريمة، نكره الفساد والأخلاق الذميمة. هل أعجبتك غابتنا؟ أعجبتني كثيرا. سنسهر هذه الليلة حتى الصباح. يدعون أنهم أهل العطاء. لن تكتمل فرحة الأصدقاء لأن هناك من سيعكر صفو حياتهم. ترى هل سيتمكنون من هزيمة خصمهم القادم؟ نرجو ذلك بالتأكيد. هل شاهدتم ذئبا في البراري يأكل أخاه؟ هل شاهدتم يوما كلبا عض يدا ترعاه؟ هل شاهدتم فيلا يكذب يسرق يشهد زورا ينكر حقا يفشي سرا يمشي مغرورا بأذاه؟ سيمبا 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 قادم سيمبا جاء
سيمبا عند التل بين قطعان الظباء، سيمبا قارن سيمبا جا، سيمبا عند التل بين قطعان الظباء. هل شاهدتم ذئبا كالبراري يأكل أخاه؟ هل شاهدتم يوما كلبا عضيا ترعى؟ هل شاهدتم فيلا يكذب يسرق يشهد سورا ينكر حقا يفشي سرا يمشي مغرورا بأذى؟ سيمبا 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 قادم سيمبا جاء، سيمبا عند التل بين قطعان الظباء، سيمبا قادم سيمبا جاء، سيمبا عند التل بين قطعان الظباء، سيمبا قادم سيمبا جاء، سيمبا عند التل بين قطعان الظباء، سيمبا قادم سيمبا جاء، سيمبا عند التل بين قطعان الظباء.